السلام عليكم الطلاب، اليوم راح ناخذ الأسبوع الخامس من مادة أسس التمريض الجزء النظري واللي هي Nursing Documentation. Nursing Documentation for simple definition إلها is referred to as written or electronic generated client information obtained through nursing process. هي عملية إدخال للمعلومات بشكل إلكتروني أو عن طريق الكتابة نحصل عليها من خلال النيرسينج بروسس. احنا مثل ما عقبنا بالميت انه نحصل على المعلومات من خلال النيرسينج بروسس على وجه الخصوص من الاسسمنت، لان هو عبارة عن داتا كولكشن. The medical record serve as major purpose. شنو الاغراض من انه اني اسوي النيرسينج دوكومنتيشن؟ طبعا قلنا انه هو النيرسينج دوكومنتيشن والنيرسينج شارت وكذلك النيرسينج ريكورد هي كلها مصطلحات أو اصطلاحات ذات معنى واحد، بالأخير هي تعني لي documentation. فالجانب الأول أو البيربس الأول is communication among member of healthcare team. الجانب الأول اللي يخدم لي documentation هو التواصل على أو بين الهيلث كير بروفايدر، بين مقدمي الرعاية الصحية، سواء طبيب سواء ممرض سواء مختبري سواء صيدلي. كل ذول الناس احنا نقدر نوصل لهم رسالة، نعطيهم رسالة، نعطيهم علم بحالة المريض عن طريق الديكومنتيشن. الجانب الآخر complies with standard of care of various accrediting organization، حتى نواكب التطور او نواكب النظام العالمي. طبعا احنا باعتماد او اللي يعتبر الدايركشن ان او اللي يعطينا الستاندرد هي الورد هيلث اورجانيزيشن، منظمة الصحة العالمية دائما تصدر انستراكشن وتوجيهات بخصوص الديكومنتيشن. الجانب الاخر ديكومنتيشن اوف بيشنت كير، حتى نوثق العناية المقدمة للمريض. أي فعل أنت تسوي للمريض بالضروري جدا أنه أنت شو تسوي، تسوي documentation، جانب حتى تحمي نفسك والجانب الآخر حتى تطي مسج للهيد أو تطي مسج للتيم اللي بعدك أنه قدمت كذا أكشن، وبالتالي المريض استفاد كذا بنفيت أو كذا فائدة. في حال أنه استفاد من المريض من هذا الأكشن ممكن يتم تكراره، وفي حال انه النيجاتيف فيدباك وحصل نتائج غير جيده ممكن نسوي بي موديفاينج ونعدله ونسوي بلان اخر. الجانب الاخر اللي هو الليجل اسبيكت، اللي هو الجانب القانوني، مهم جدا انت حتى تحمي نفسك بالضروره انه انت تسوي دوكيومنتيشن. النيرسينج دوكيومنتيشن برينسيبلز، شنو المبادئ اللي اني اعتمد عليها بين النيرسينج دوكيومنتيشن؟ نيرسز Association present these principles. طبعا الجمعية التمريضية وضعت مجموعة من البرنسبل احنا بالضروري او بالضرورة نعتمد عليها. البرنسبل نمبر 1 documentation characteristic، صفات التوثيق. بالضرورة جدا انه احنا لازم نعرف شنو صفات التوثيق اللي احنا راح نجري. لا ما ممكن انه احنا نسوي او نوثق بدون ستاندرد، بدون معايير، طبعا معايير سارية بمؤسسات صحية على مستوى البلد وعلى مستوى العالم. البرنسبل نمبر 2 education and training، ضروري جدا انه احنا نتدرب وبنفس الوقت نتعلم في كل جوانب المعرفة اللي تخص الديكومنتيشن التوثيق. النمبر 3 policies and procedure، بالضروري جدا احنا نعرف السياسات المتبعة لكل مؤسسة صحية فيما يخص الديكومنتيشن. برنسبل نمبر 4 بروتكشن سيستم، نظام الحماية. اخوان احنا بعد ما نحصل المعلومات من البيشن لازم هذه المعلومات تحظى ببرايفيسي عالية، تحظى او تحظى بخصوصية عالية حتى نحافظ. نمبر 5 documentation entries، عملية ادخال التوثيق مالتنا، عملية ادخال هذه الداتا او الداتا. برنسبل نمبر 6 standardized او standardized terminologies،
المصطلحات الرسمية أو العالمية. ما ممكن إحنا نستخدم أو نصطلح مصطلحات مغايرة للأشياء الستاندرد. لنفرض أنه البلاد برجر اللي هو فد اصطلاح يدل على الضغط، هذا تيرم يعتبر. كذلك تيمبريتشر مختصر تيم، أيضا هذا اصطلاح أو برفكس دل على التيمبريتشر، على درجة الحرارة. طبعا احنا راح نتناول فقط البرنسبل نمبر 1 واللي هو مهم جدا، اما بالنسبة للبرنسبل الاخرى كشرح انتو غير مطالبين بيها. برنسبل نمبر 1 is documentation characteristic، شنو صفات التوثيق اللي اني اعتبره high quality documentation، اني اقول على هذا التوثيق هو توثيق ذات جودة عالية. شو وقت اقدر اقول هذا التوثيق التوثيق ذات جودة عالية؟ لازم بمجموعة من الكاركترز اني اشوفها موجودة بهذا التوثيق، بالتالي اقول عليه high quality documentation. نمبر 1 او كاركتر نمبر 1 is accessible، قابل للوصول. شنو نقصد بقابل للوصول؟ يعني بالإمكان أنه أنت توصل له بأي وقت ممكن تحتاجه. طبعا فقط الأشخاص اللي هم مسؤولين عن الرعاية الصحية هم فقط معنيين بالوصول إلى معلومات المريض، غير ذلك ما مسموح لأي شخص. والمفروض إحنا من عندنا أنه نحمي معلومات المريض وبيانات المريض تكون محمية من قبل الهيلث كير بروفايدر، وتكون قابلة لل أو سهلة الوصول بالنسبة للأشخاص اللي معنيين بالحالة الصحية مال المريض. كذلك لازم تكون كيوريت and relevant and consistent، لازم تكون دقيقة وذو علاقة، وبنفس الوقت تكون متكاملة. أخوان ضروري جدا أنا أخذ معلومات، هذه المعلومات لازم تكون صادقة 100%. شون تكون صادقة؟ طبعا هذا بالأساس على الأسسمنت مالتك، على طبيعة النيرس بيشنت ريليشنشيب، شنو العلاقة اللي راح تدير بيناتكم أنت مع المريض، أقصد كعلاقة عمل، شلون راح تقدر بطريقتك السليمة وبالأتكيت السليم وبالإنترفيو المناسبة شلون تستخلص المعلومات المناسبة اللي تخص المريض. لازم تكون adaptables. adaptables شنو يعني؟ adaptables شنو معناها؟ شنو نقصد به؟ قابلة للتدقيق، لازم انت تستخلص معلومات قابلة للتدقيق. هذا ايضا من الindication او من الكاركتر العفو المهمة للhigh quality documentation. ايضا لازم تكون clear and conclude and complete، لازم تكون واضحة مختصرة وتامة. احنا دائما عندنا في الطب نقول لغة الاشارات لغة بليغة. اني في حين مثلا جيت شيك درجة حرارة مريض ولقيت درجة حرارة هذا المريض هي 38 درجة سيليزية، اني اقدر اقول the patient was elevated in body temperatures his or her temperature was 38 and it is represent hyperthermia. تشوفوا هاي مصطلح وجملة أو statement طويلة جدا، هذه ما راح تكون conclusion، لكن في حين أني أخلي سهم للأعلى وأكتب 38 سيليزية، مجرد استخدمت ثلاث حروف و العفو كلمتين رقمين وإشارة واحدة، هي انطت دلالة تامة أنه هذا الشخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، والحرارة الفعلية للجسم هي 38 درجة سيليزية. ثيوتفلز لازم تكون شيء ثيوتفلز، طبعا قبلها لازم تكون لقبلز. طبعا مهم جدا احنا نستخدم الاصطلاحات او المصطلحات القانونية والمقبولة واللي تكون طبعا تخضع للبوليسي مال المؤسسة اللي انت تعمل بها. ثيوتفلز لازم تكون ذا وقار. شنو معناها ذا وقار؟ من استخدم المصطلحات الدارجة، ما
ما نستخدم الهاوس لانجوج، ما نستخدم الستريت لانجوج، نستخدم الأشياء أو التيرمينولوجي اللي هي تعتبر ستاندرايزد. كذلك الكاركتر الآخر تكون لازم تايملي اند سيكوينت، لازم تكون وقتية ومتسلسلة. ما ممكن أنت تاخذ أحداث، أنت مثلا من إجيت تسرد قصة المريض، لازم طبعا المعلومات هي عبارة عن قصة والمريض أيضا راح يسرد لك قصة، وأنت تاخذ معلومات معينة، لازم تكون المعلومات وقتية تخص حالة المريض الآن وتكون متسلسلة. reflective of nursing process، أيضا المعلومات لازم تعكس الرعاية اللي أنت تقدمها. طبعا أكيدا قلنا إحنا أي action نقدمه للبيشن بالضروري جدا إنه إحنا شو نسوي documentation، ولازم تكون retrievable، لازم تكون قابلة للاسترجاع، ضروري جدا تكون قابلة للاسترجاع، حتى في حال إنه أني أقدر أقارن حالة المريض اليوم مع حالة المريض قبل شهر. مهم جدا. البرنسبل الأخرى أخوان أنتم ما مطالبين بها فقط للفهم، نجي على الكومون تشارتينج ميستيك. مهم جدا هذا الموضوع، شنو الأخطاء اللي أنت المفروض تتجنبها خلال التشارتينج. أولا الفيلير تو ريكورد بيشنت، طبعا هذا الكلمة بيشنت مو هاي الكلمة، وإنما هاي صار خطأ مطبعي، بيشنت هيلث أند دراج انفورميشن. ضروري جدا أنه إحنا نوثق حالة المريض ونوثق الدراج انفورميشن. طبعا الدراج بالديكومنتيشن يحظى بأهمية كبيرة، لسبب انه الدراج فتشي ممكن يكون هارمفول بدل ما يكون فتشي بنفيت، او بدل ما يقدم فتشي مفيد للبيشن. في حال انه تم زرقه بطريقة لمريض غير مناسب ممكن تصير مشكلة كبيرة. فالدراج انفورميشن لازم نتبع الصحيحات او الأساسيات الستة أو الخمسة، اللي هي right name, right patients, right drug, right dose, right route of administrations, right time of administrations. Failure to record nursing action، الفشل بتسجيل أو تنويت أو كتابة أو توثيق، سمي بما يحلو لك، توثيق nursing action، أي action تقدمه للمريض بالضروري أنت توثقه. الجانب الآخر أو الفيلير أو المستيك الآخر is failure to record administrated medication، الفشل عادة بعض الناس يزرق العلاج، بعض الممرضين يزرق العلاج وينسي يوثق. هذا النسيان ممكن يسوي لنا مشكلة، وممكن هذا المريض أخذ العلاج وبعتها إجا زميلك بالعمل بالتيم مالتك شاف العلاج ما منوت، راح يقوم يزرق مرة ثانية، وبالتالي يصير دبل دوز على البيشنتس، وممكن يسوي له مشكلة، أو مو ممكن وإنما فعليا راح يسوي له مشكلة. ديكومنتيشن إنه رونج بيشنت ميديكال ريكورد، طبعا هاي مشكلة كبيرة، إنه إذا إحنا نوتنا أو وثقنا بطبلت أو شيت مريض آخر، يعني أنا زرقت العلاج مثلا لمريض أي ورحت نوتت بالشيت أو بطبلت مريض بي، هاي مشكلة كبيرة. أيضا الفيلير الآخر failure to record discontinued medication، هاي مشكلة كبيرة أيضا، أي علاج يوقف، طبعا أي علاج يوقف بالضروري أنت تذكر شنو هذا العلاج اللي توقف، وشنو الالترناتيف عنه، أو الالترناتيف شنو العلاج البديل عنه. failure to record drug reaction، ضروري جدا احنا نكتب في حال انه المريض تحسس من علاج معين، مهم جدا. الجانب الاخر failure to record change in patient condition، اي تغير في حالة المريض نذكره، مثلا مريض يعاني من السكر او ارتفاع السكر، ضروري جدا اني اسوي له chart واشيك random blood sugar كل ساعتين، واراقب الفلويد اوتبوت اللي هي اقصد بها اليورين اوتبوت، والفلويد انتيك السوائل الداخله والخارجه، حتى احمي المريض من الجفاف. الجانب الاخر او الايران الاخر ترانسكريبشن ايرور، الاخطاء او اخطاء التفسير، اخطاء التفسير خصوصا بالكتابه، مثلا موجود فلان موجود فلان مثلا انتبايتك، وانت جيت قراته علاج اخر وراح تزرق علاج اخر، ضروريه جدا هاي ننتبه لها. واللي قبل اند الانكومبليت ريكورد، اذا كان كتابتك غير قانونية نقصد بها اللي هي تكون الانفورمال اند الانليجبلز او الليجبلز تيرم، المصطلحات اللي قد تكون
غير موجودة أو غير شائعة وتستخدم مصطلحات خاصة بيك، هذا شيء يعتبر أيضا من المستيك. أي سؤال أي استفسار ممكن تراسلونا على وسائل التواصل اللي معروفة. محاضرة بسيطة جدا، سهلة جدا. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم محاضرة جديدة، وشكرا جزيلا لكم، والصحة والسلامة لكم ولعوائلكم الكريمة.